ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة ابتكارات ميرا. عايزة اقول لكم صفحتي على الفيس لكل اللي سألني اسمها ابتكارات ميرا للأعمال اليدوية. عايزين نتواصل مع بعض. عايزك 13 كرتونة بيض او حوالي 14، وهشيل حروفها بالشكل ده. الحروف تبقى من 4 جهات زي كده. بخاخة مية وهبتدي ارش عليها من ورا ومن قدام عشان اتحكم في نسبة المية اللي نازلة عليها، مش عايزاها مبلولة قوي عشان تطرى وتتشكل معايا. كده لانت معايا وهتتشكل بصوابعي. نبتدي نعمل الشكل ده، اطبقها كده بالشكل ده بالراحة. الحتة اللي تلاقيها ناشفة بالليها ترشيها تاني، ونبتدي كده نعمل بالطريقة دي. بقت طرية وشكلت معايا كده بصوابعي كده بالراحة عشان ما تتقطعش بالشكل ده. اول ما تنشف من المية هتلاقيها ثبتت زي ما انت شكلتيها. فانا هعملها زي المثلث، من تحت كده صغيرة ومن فوق على اكتر. انا قصيت مراية عند بتاع المرايات، دي قطرها 25، دي برضو مكلفاني 25 جنيه. وجبت حاجة قطر اكبر منها وهقصها على كرتونة تكون قوية شوية وفرخها. هصنفر حروفها عشان تنعم وتبقى متساوية. همشي على حروفها، الزق تيب بالشكل ده. احنا قلنا البقرة دي متواجدة في المكتبات، رخيصة مش غالية، ب6 جنيه، عشان الحروف كده تبقى شكلها كويس. هقص من طول كرتونة البيض شوية. صفيحة المنشار دي بتسهل عليا كتير، هتلاقوها عند بتاع الحدايد والبويات. هجيب كمية الكرتون اللي عندي اللي انا عملتها وابتدي اوصلهم كده بالشمع، الزقهم في بعض. وادي لزقنا اول اتنين، وادي التالتة بلزقها. وبقى هنكمل بقى كل كرتون البيض على الشكل ده. خدوا بالكم ان في يا جماعة شمع في السوق مش كويس، يعني مش هتحسوه بيلزق، دوروا على الشمع المختوم ويكون كويس. دي كمية الكرتون كلها بتاعتنا، دي حوالي 13 كرتونة، ممكن تبقى معاكوا 14 على حسب ما تقفل. وبالشمع كده ابتدي الزق اطرافها، وكده كونا دوارية كبيرة. الخطوة دي مهمة، انا عايزة اضمها من النص عشان تبقى ماسكة نفسها كده، بتبقاش عاملة زي السوستة. فكل ده هملاه بالغيرة وثبتهم كده بمشابك عشان اضمهم، يبقى من النص مضمومة والغيرة يساعد ان يمسك كل جزء كرتون في التاني. برضو الخطوة دي مهمة، ده غيرة مخفف جدا بالمية، يعني مثلا معلقة غيرة على مثلا نص كوباية مية. ولازم نشبعها كويس جدا بكل الغيرة عشان تنشف وتبقى قوية معايا. هنا بمقص كده رفيع وهبتدي اساوي كل شكل الاطراف الكرتون اللي هي مشرشره ومزجزجه، عايزه كله يبقى متساوي وحوافها تبقى كده نظيفه. نمسك كده واحده واحده ونعملهم بالشكل ده. بصوا كده اطرافها، انا عايزاها كده متناسقه وشكلها نظيف وجميل. يلا بقى الدهان بتاعنا، ده دهان علبه قوره 400 جرام ب4 جنيه، وحطيت عليهم لون احمر لغاية ما تحس ان بقى لون نبيتي، وهبتدي اشبعها كويس. دهنا اللون النبيتي بتاعنا كله، نشفت نبتدي بقى نحضر اللون المذهب. عايزين نخليها كده عاملة زي الحديد، شكلها قايم مش هتحس انها كرتون بيض ابدا، وكمان هتشرفك جدا قدام اي حد يجي، يبقى شكلها شيك. هنريشها بالشكل ده، هي سطحها اساسا اكننا كده حاطين مناديل عليها، حاجة طالعة وحاجة نازلة، فهتدي رتوش معانا وتساعدنا. يلا نكمل بقى بقيتها، نبتدي نشتغل بنفس التكنيك. انا ما دهنتش قلبها عشان دي مكان المرايه، مفيش داعي. ونكمل بقيه الدوريه وبعد كده هنشوفها مع بعض. خلصنا التريش بتاعها. عايزه اقول لكم بعد ما تدوا اللون الذهبي يا ريت تخلطوا عليها، تخلطوا لون ذهبي عليها شويه لؤلؤي، وبرضو تريشوها تاني، هتدي ورد غميض بلونين. وجبت الدورية بتاعتي وخرمتها، وجبت حبل يكون قوي عشان تبقى العلاقة بتاعتها. هربطها كده من الظهر عشان ما تفكش وتقع معايا بسهولة، وهحط كده الحبلة من جوه وهلزقها. وبالشمع
هبتدي ألزق الدوريه. الدوريه دي فايدتها انها هتثبت لي الظهر وهتخليه ماسك معايا وكويس بالشمع، او ممكن تحط الغيره الابيض بتاع الخشب خام زي ما هو هيلزق برضو. وبكده بقت قويه معايا ومتخافوش، مش هتتقطع بسهوله، هتبقى تمام. هنلزق بقى المرايه بتاعتنا، هلزقها برضو بالشمع. وبكده المراية الجميلة بتاعتنا اللي ما كلفتناش غير مثلا حاجات بسيطة جدا، احنا اساسا عندنا الغيرة ما خدناش منه غير حاجات بسيطة، كم صابع شمع، المراية ب25 جنيه، المذهب عندنا، والمراية دي في حين انها بتتباع برا غالية جدا جدا. شكلها حديد ولا مش شكلها حديد؟ شكلها حديد متهيألي. عايزة اشوف رأيكم بقى في التعليقات، بتفرحني جدا. وعايزة ما تبخلوش عليا باللايك عشان الفيديو يلف الدنيا كلها والناس تستفيد. ده حصري عندنا وبس، موضوع كرتون البيض ان يبقى مراية. شكرا وسلام، الفيديو الجاي نشوفه.